شركة تريفي تم تسليمها الموقع رسميا 17/3 وباشرة بأعمال التحضير للستاف كامب الموقع السكني للشركة. لحد هذه اللحظة مباشرة فعلية بالعمل لا يوجد، وإنما كل أعمال تحضير لوجستية للتهيئة لأعمال الشركة. ومن المحتمل والمتوقع لنا حسب اللقاءات اللي تمت مع ممثلين الشركة الإيطالية أنه خلال الشهرين أو الثالثة الشهر القادمة ستكون مباشرة فعلية بالموقع. ما هي آخر المؤشرات حول سلامة السد؟ الحقيقة سد الموصل وإلى حد هذه اللحظة سد الموصل آمن، ولا يوجد أي مؤشرات سلبية تشير إلى وجود انهيار أو قرب انهيار سد الموصل، وهذا ما تم طرحه حقيقة وتأكيده من قبلنا قبل أكثر من 5 أشهر أنه وضع السد آمن، وأثبتت حاليا حقيقة دقة معلوماتنا ودقة تشخيصنا للحالة، والتي من خلالها تم تمرير موجة فيضان خلال شهر نيسان وبدون أي إثارة أي مشاكل في نهر دجلة ولا على ضفاف نهر دجلة ولا في مدينة الموصل، استنادا على الخطة المحكمة التي تم تطبيقها من قبل وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع دائرة مشروع سد الموصل. الخبير المهندس رياض عز الدين النعيمي، مدير مشروع سد الموصل.